طبعا هذا الموضوع معنا من الرباط محمد الشرقي الخبير في شؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة. أستاذ الشرقي مساء الخير. مساء النور عبد الله. بداية، ما مدى أهمية التصنيع في النسيج الاقتصادي اليوم خاصة بالمقارنة مع قطاعات تقليديا أكثر حضور في الأذهان ولدى الرأي العام؟ بالنسبة للرأي العام عندما نقول دولة صناعية فمعناها أنها دولة متقدمة، وبالتالي المغرب يراهن أن يكون دولة صناعية، وبالتالي الصناعة هي طريق التقدم. ونحن نلاحظ أنه على مدى 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس أصبح المغرب من بين نقول يعني 20 دولة بالعالم التي تحقق سنة عن أخرى يعني تطورا صناعيا. حتى اليوم المغرب يعني يعتبر من بين مثلا 4 دول في العالم من حيث يعني سلاسل القيم المتعلقة بصناعة السيارات، يعني نتكلم عن الهند، وطبعا نتكلم عن الصين، نتكلم عن المغرب. وبالتالي عندما نقول مثلا المغرب ينتج عددا من السيارات نفسها التي تنتجها إيطاليا، هذا كان يعني من الخيال قبل 30 سنة. المغرب مثلا اليوم يصدر إلى 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 فرنسا سيارات اللي يعني صنعت في المغرب، وبالتالي يسجل الميزان التجاري مع فرنسا فائض قيمة لصالح المغرب. يعني هذا شيء لم يكن يعني واردا قبل مثلا 30-40 سنة. عندما نقول مثلا المغرب اليوم هو يعني بين المعادلة الأمريكية والمعادلة الصينية في مجال السيارات الكهربائية، حتى أن الولايات المتحدة مثلا تتخوف من أن تلتجئ الصين إلى المغرب إلى طنجة هايتيك لتصنيع سيارات كهربائية قد تغزو بها الأسواق العالمية. وبالتالي المغرب يعني تجاوز اليوم نقول المرحلة الأولى اللي هي تصنيع السيارات، ودخلنا طبعا في تصنيع أجزاء الطائرات. وأنا أقول بالطائرات لا توجد طائرة في العالم إلا وفيها شيء صنع في المغرب، لأن المغرب يصنع أجزاء طائرات بوينغ، ويصنع طائرات الإيرباص، ويصنع أجزاء طائرات سفران والليد وغيرها. واليوم ننتقل من السيارات والسيارات الكهربائية والبطاريات وصناعة الطائرات إلى الصناعات الدفاعية، إلى الصناعات العسكرية، صناعة الأسلحة، صناعة المدخرات، يعني صناعة التكنولوجيا الدفاعية. وأيضا لا ننسى أن المغرب اليوم الاتفاق الذي قدم أمام جلالة الملك عندما جاء الرئيس الفرنسي، وأن سيتم يعني فتح الورش كبير يعني من أكبر الأوراش في إفريقيا بالنسبة لصناعة القطارات. وطبعا ننتظر أيضا أن تكون هناك تجربة في صناعة البواخر. فبالتالي المغرب يعني الدولة المغربية والحكومة المغربية وكل فاعلين المستثمرين والمواطنين يراهنون اليوم على الصناعة، لأن الصناعة هي التي تعطي الفائض القيمة الأكبر، وبالتالي الصناعة هي التي تجعل بلدنا بلدا صاعدا. نراهن على الصناعة، كما قلت تحقق الكثير ولازلنا نطمح. السؤال عن الحوافز التي يعني ليتعين القيام بها لجلب المزيد من الاستثمارات نحو قطاع التصنيع. هو أولا هناك الجانب المتعلق بالميثاق الاستثمار، نحن يعني نشاهد يعني تنزيل يعني متسارع لهذه التحفيزات. وبالتالي يعني نتوقع اليوم يعني السيد رئيس الحكومة تكلم على 800 مليار درهم، يعني 80 مليار دولار من الاستثمارات موجهة إلى قطاع الصناعات بأنواعها. يعني عندما نقول سيارات وطائرات، أيضا صناعة الملابس، صناعة اليدوية، وصناعة الحرفية، صناعة الزراعية الغذائية وغيرها. بالتالي يعني هذا الاستثمار قد يجلب يعني البلادنا يعني مزيد من الاستثمارات، ويوفر تقريبا يعني 275 ألف يعني منصب عمل. طبعا من بين الحوافز الأول يمكن الحوافز اللي هي تشريعية وقانونية، ولكن يمكن حوافز أخرى اللي هي البنية التحتية. علينا أن ننسى أن طنجة استفادت من ميناء طنجة المتوسطي، الدخلة إن شاء الله تستفيد من ميناء الداخل الأطلسي. هناك اليوم مشروع ميناء أيضا في القنيطرة، أكادير يعني تستفيد من مينائها في مجال الصناعات أعتقد البواخر المستقبل. فبالتالي علينا أن نمشي بثلاث أنواع من الحوافز: حوافز قانونية وتشريعية وإجرائية وإدارية وتبسيط مناخ الأعمال، حوافز أخرى متعلق بالبنية التحتية وبإنشاء مزيد من المناطق الصناعية في أغلب كل الجهات على حسب تخصص كل جهة، وأيضا حوافز في مجال الاستثمار في العنصر البشري، لأن المؤهلات البشرية
تشكل العنصر المهم من حيث أن المغرب يصنف من بين البلدان التي لها كفاءة عالية جدا في مجال الصناعات المختلفة، وبالتالي هناك تهافت حتى على الكفاءة المغربية ربما لتصديرها هي أيضا. فبالتالي علينا أن نمشي في هذه الخطوات، وبالتالي أعتقد أن يعني المناخ اليوم، مناخ الأعمال وصورة المغرب العالمية تعطينا هذا الجاذبية أن المغرب إن شاء الله سيحظى بمزيد من الثقة من الفاعلين الاقتصاديين، ولكن في جانبنا عينينا أن نبسط الإجراءات، عينينا أن نأخذ بعين الاعتبار أننا نتعامل مع العالم، وبالتالي علينا أن نسرع يعني إدارتنا وتشريعاتنا وقوانيننا وأيضا رقمنة الاقتصاد ورقمنة الإدارة، كل هذه الأشياء يجب أن تكون مواكبة لمشاريع الاستثمار. أشكرك جزيل الشكر محمد شرقي الخبير في شؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة على هذه المشاركة معنا.